بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعه المحاصيل وعلى راسها محصول القمح. اهلا وسهلا بحضراتكم، والنهارده بنتكلم عن طريقه العالم كله بيتغنى بيها. زي ما حضرتك شايف الفيديو كده، حتى الاجانب زارعين بنفس الطريقه دي، والطريقه دي هي زراعه القمح على المصادر. تمام، زراعة القمح على المصاطب، طبعا الباحثين مهتمين جدا بالقصة دي لان هي فيها فوائد عديدة. اولا القمح معروف ان هو محصول استراتيجي، ومن لم من لا يملك قمحه، يعني مش قوته بقى قمحه، لان القمح هو اساس القوت، من لا يملك قمحه لا يملك حريته، ده شيء يعني منتهيين منه من زمان. تمام، ولكن ايه فوائد عملية الزراعة على المصاطب؟ تمام، النبات زيه زي اي نبات المحاصيل، زيه زي اي نبات في الدنيا، بيحتاج كثافة نباتية معينة، يعني في وحدة المساحة ما يزيدش عدد النباتات عن كذا، سواء كان في بيوت محمية او خارجي او غيره. تمام، فلما بيزرع على مصاطب في عدة فوائد. أول الفوائد دهيا إن أنت بتسيب خط مسافة ما بين المصطبة والمصطبة. المسافة دي لها فايدة كبيرة جدا، إن هي بتسمح بمرور الهواء، دي رقم واحد. رقم اتنين، بتسمح برضو بمرور الشمس، سواء لما في الصباح أو بعد الظهر بيدخل للنبات شمس، وبالتالي النبات طبعا محب جدا للهواء، بحيث انه ما يحصلش اي مشاكل في الامراض الفطرية، ومحب ايضا للشمس او الضوء، بحيث برضه ان النبات ما فيش ضوء يبقى اصلا ما فيش شيء اخضر على وجه الارض، وده شيء معروف. فالفايدة انك تعمل المصطبة من 100-120 وقد تصل ل 150 سنتي العرض بتاعها، وبتسيب اللي هو الخط اللي تقريبا يعني بيكون في حدود 30 سنتي ما بين المصطبة والمصطبة، في ناس بتسميه بطنية وفي ناس بتسميه الخط اللي هو يعني الشيء المنخفض اللي انتوا شايفينه ده قدام حضراتكم. تمام، وطبعا زي ما قلنا اول فايدة ليها ان هي بتسمح بمرور الهواء والضوء. تاني فايدة ليها ان هي بتقلل في نسبة التقاوي، وان كان من وجهة نظر يعني مش كتيرة قوي يعني. تمام، هتقلل في نسبة التقاوي، يعني يقال ان هي في حدود 25%. الاهم بقى ان هي بتزيد في نسبة الانتاج، تمام، بتزيد في نسبة الانتاج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي بتزود نسبة 25-30%. تمام، انا بقول لحضرتك قد يكون الرقم مبالغ فيه شوية. تمام، معروف ان يعني متوسط انتاج القمح تقريبا 15 اردب للفدان. تمام، في ناس طبعا بتتكلم في 24، بس دي في الاراضي الكويسة اللي هي الاراضي بجيب اردب، دي طبعا بتكون في الاراضي الكويسة اللي هي دلتا مصر مثلا، زي محافظة الغربية وزي محافظة المنوفية وكده. تمام، اراضي خصبة واراضي قديمة وتجيب. تمام، فانا مني انا لو بيجيب 10% او 15% ممتاز جدا، زيادة عن المعروف يعني. تمام، او المتعارف عليه. بعد كده بيقلل لك من نسبة الامراض، لان نسبة الامراض حضرتك يعني بتكون مرتبطة بالرطوبة العالية، فطالما ما فيش رطوبة عالية خصوصا امراض الاصداء والامراض الفطرية اللي بتصيب القمح، طالما ما فيش رطوبة عالية وفي هواء بيسمح بمروره ما بين المصاطب وبعضها، اذا فامورك سليمة، وان شاء الله اكيد طبعا طالما ما فيش تفحم، ما فيش اصداء، اكيد ده بينعكس بالايجابي على الانتاج الكلي. تمام، في ميزة مهمة جدا، حتى جميع اللي اتكلموا في الموضوع ده مش ذاكرينها، وانا من وجهة نظر ان هي مهمة جدا، ان لما انت بترفع المصطبة لما بترفعها
الخط بيبقى منخفض. اكيد لو حصلت امطار غزيره احنا بنشوف مشاكل كبيره للقمح، وخاصه في وجه بحري، وخاصه في وجه بحري في محافظه البحيره بالذات بتلاقي الاراضي الثقيله لما بتنزل نواه مطر او رخات شديده جدا دي بتعمل لي مشكله. مشكلتها بتكون في ايه؟ مشكلتها حضرتك بتكون في ان الميه بتفضل فتره كبيره فبتعمل اختناق للجذور، وللاسف الشديد الجدر اكيد الامتصاص بتاعه للعناصر الغذائيه ما بيكونش في الرينج المظبوط، وبالتالي بيحصل انعكاس بالسلب على حاله النبات سواء الحاله اثناء النمو او حتى على المحصول الكلي في اخر الحصاد، يعني او وقت الحصاد. تمام. الطريقه دي بتوفر برضو في كميات الاسمده. تمام. كميات الاسمده اكيد بتوفر فيها العمليه دهيت، لان انت بدل ما بتحط المساحه فدان مثلا 4200 متر لو شلت منه الكميه اللي انت بتشيلها ديت اللي هي الخط دي 15% وضربت الكيماوي على المصاطب بس، اكيد هنوفر كميه كبيره. حتى لو مش هتوفرها انت بتزودها للمساحه اللي هي عليها القمح بس، فبالتالي يا بتوفر يا حتى بينعكس بالايجاب على النبات نفسه. تمام. فبصراحه انا شايف كلها فوائد ونرجو يعني ان الكل يزرعها، بس في حاجه ساعه الري انت طبعا ما بترويش الا في الخطوط فقط، ودي طبعا بتوفر لي في الري، بتوفر لي في الري انك بتروي في الخطوط فقط. انت داخل على زراعه القمح اهوت سواء من يعني 10 11 لحد 10 12 اعتقد وقت انسب في جميع الجمهوريه يعني، وبرضه حتى الدول العربيه اعتقد ده وقت مناسب ليها. تمام. فلما انت بتبدا تزرع باول زراعه خالص، اول ما بتزرع هي ليها ثلاث طرق في الزراعه، اما الطريقه انك انت تزرع بالميكنه وده بتبقى الطريقه التسطير. تمام. او انك انت تزرع بدار. تمام. او انك تزرع بالنقره. تمام. يعني بين النقره والنقره 10 سم كده بتحط 3 4 حبايات قمح. تمام. ايا كان، وبتبدا تزرع. تمام. بالنقره او بالتسطير باستخدام الميكنه، او انك انت بتبدا تبدرها بدار عادي ولكن على المصطبه مش تحت. تمام. في الميزه دي بتسمح لك باستخدام الالات والزراعه في تسطير طبعا او في سطور ممتازه جدا، سواء بالنسبه للنبات نفسه بيكون كويس، او انك انت تستخدم حتى الميكنه اثناء الحصاد، دي برضو بتعتبر ميزه من مميزاتك. بالنسبه للزراعه اللي هي بتكون على مصاطب برضو من افضل الحاجات فيها ان هي بتسمح بالتفريع القاعدي للقمح كويس. تمام. وطالما في تفريع قاعدي للقمح كويس، تمام، اكيد بينعكس على المحصول ان هو يكون كويس. تمام. فبرضو كنا قلنا قصة ان لما بتنزل رخات مطر كتير المطر ما بيفضلش على المصاطب، بينزل في الخطوط، وبالتالي بنقدر يعني نسيطر على كميات المية، ممكن تفتح المية الزايدة او تنتشل المية الزايدة دي بعيد عن المصاطب اللي مزروع عليها اوريدي قمح يعني. تمام. فناخد بالنا من الحكايه دي كويس، وهي اصلا العمليه كده كده سواء كانت يعني مربحه قوي او اقتصاديه كويسه جدا. تمام. او فرضا يعني ان هو كلام بيتقال بس، فانت مش هتخسر حاجه في انك انت تزرع بالطريقه دي، هي كلها الارض اتسوت بتجيب الفجاج وبتقعد تعمل تقسم او تقطع، بيسموه الماركر على فكره يعني في علم البطاطس يعني. تمام. فبتقعد تقطع المصاطب بتاعتك متر او متر ونص، وبتزرع زراعه القمح العاديه بتاعتك خالص، سواء بالنقره سواء بالتسطير باستخدام السطاره الميكنه يعني، او باستخدام البدار عادي ما فيش اي مشكل خالص. تمام. الموضوع على فكرة هو مش جديد قوي يعني، أنا كنت من 15 سنة بشتغل في المنيا،
وكان عندي مزارع بيزرع طماطم، وبعد الطماطم بيزرع القمح عادي على التنقيط على السطور على المصاطب عادي، ما فيش اي مشكله خالص، زيه زي البصل، بس كان بيزود بيحط خرطومين على المصطبع، وكانت اموره كويسه وطيبه جدا جدا جدا. برضو ان احنا نكون استفدنا على اقل حاجه يعني من شويه الوش اللي احنا قلناهم دول. وبشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.